ما صنع حداد. بينك وبين الدم، بينك وبين غباء سياسي منه، بينك وبين حضور او تدخل في الشان المصري. لكن حينما يقتل الشقيقه المختلف معاه من قبل العدوان الاسرائيلي، ان انت تتوحد معاه وتنسي خلافاتك ديت. بالنسبه بقى اللي هو النهارده بيقول في دعم العراق طلع لا شوف انا نارفض تماما اي خلاف اي اساءة او تجاوز السيادة المصرية. السيادة المصرية في العربي حضرتك اخويا اخويا ارسل بيتي اخربها يا رب. لو ما تجيش لقيت ان ده مستحسن تمشي، لان البيوت حرم. سيادة البيوت زي سيادة الدول. عاوز تخش مصر حضرتك لازم تكون تخدم الاسبوع، تخش ليه جدول شرعي تخدم. لكن هتخش بالانفاق وتدخل لي مدافع وصواريخ، دي محاوله مرفوضه ايا كانت صواريخ انت مدخلها في اي غايه. بيها خط العدو ايه عاوز تعمل عرب عرب شاور معايا، لان هذه الدول لها سيادتها واحترامها. اول محاوله تروح تبرر الطريق لمصر باي شكل. هو حلم او السياسة المصرية حلم من الوطن الجديد في سيناء؟ شوف ده كلام كان في الحلقة من نفسه. ده كلام هو ده حتى هم قالوا نفسه لما تعملوا خيانة للمدينة الفلسطينية ودي أكبر إجرام. نعم ده في المتابعة للقضية الفلسطينية أكبر ضرر للقضية الفلسطينية. عارف النزوع اللي حصل في 48 و67 في حتة من جوه حتة من جوه في غزة، بس هو تفريغ غزة. الفتح معبر رقم